وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى. سعادتنا يعني لو توضحين لنا ما تم خلال جلسة اليوم من الموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي ورؤية المجلس للمضامين الشاملة للخطاب السامي. مساء الخير جميعا. طبعا اليوم ناقش المجلس الخطاب الملكي، الرد على الخطاب الملكي السامي، وكنا نعرف ان الخطاب الملكي السامي بداية كل دور انعقاد يتضمن رؤى حكيمة وخارطة طريق لارتقاء بالنهضة التشريعية بمملكة البحرين من قبل جلالة الملك، ودائما ما تكون مضامين خطاب جلالته تعكس رؤيته الثاقبة لكل مرحلة. وخطاب جلالة السامي في هاي الدور جاء في مرحلة كلها تحديات كبيرة، طبعا ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي. فخطاب جلالة جاء برسائل تنموية وحضارية مهمة، وإحنا كسلطة تشريعية بإذن تعالى إن شاء الله سنترجم رؤية جلالته وتوجيهاته ما يخدم المشروع الإصلاحي والمسيرة التنموية للبلاد. طبعا احنا اذا بنسلط الضوء على اهم النقاط اللي جاءت في خطاب جلالة السامي، بداية جلالته طبعا اشاد بالنموذج البحريني الفريد في التصدي لجائحة كورونا، واللي طبعا كلنا عارفين ان هذا الانجاز اصبح محل اشادة رفيعة على سواء احنا يعني رضا المواطنين على المستوى المحلي او المستوى الدولي، وذلك كله بفضل توجيهات جلالته والجهود الكبيرة اللي بذلها الفريق الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء. وأيضا شد جلالته على استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع، وبذلك احنا نستفيد من تقنيات علوم المستقبل عشان نواجه الأزمات الطارئة مثل ما حصلت في هذه الظروف الاستثنائية. وأيضا من ضمن الأشياء اللي تضمنها الخطاب السامي أشاد جلالته بطيب معدن أهل البحرين ومواقفهم النبيلة في الأزمات والشدائد، وأيضا اهتمام جلالته بالشباب وتوجيهه بإنشاء صندوق لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية، واهتمام جلالته بالصحة العامة للمواطنين والمقيمين وتوجيهه بإنشاء مشفى ومركز متخصص في مجال الأمراض المعدية، وأيضا كل التوصيات عشان إن إحنا نتدارك التأثيرات البيئية والتقليل من خطورتها، وذلك إدراك من جلالته بأهمية التأثيرات البيئية على كل المستويات. بالإضافة طبعا لم ينسى يعني أيضا من ضمن الأشياء اللي تضمنها الخطاب الاهتمام اللي دائما جلالته يعني أكد عليه في كل خطابة، هو موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والقائم على مبادرة السلام العربية وصولا لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها. نعم. فهذا الخطاب يعني احنا بالنسبة لنا كسلطة تشريعية دائما ما يكون يعني هو اللي في بداية كل دور هو الخارطة اللي احنا ناخذ هذه المضامين ونعكسها بكل ما أتينا من أدوات يعني دستورية وتشريعية لترجمة هذه الرؤى، وكل ذلك طبعا لخدمة المسيرة التنموية في البلاد ودعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. نعم، سعادة الأستاذة جميلة سلمان نائب ثاني رئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.